يقال في عالم الإعلان أنه الدعاية السيئة هي دعاية جيدة أيضاً، بس شو علاقة الكتب بالجوارب والجوارب الزهرية تحديداً؟ هالمرة الخبرية من سوريا. موجة من السخرية والجدل والاستهجان على صفحات السوريين في السوشيال ميديا بعد نشر الصفحة الرسمية لمعرض الصادرات السورية إكسبو سوريا على فيسبوك بوستر إعلاني مصمم بسياق غير مفهوم، وكتب عليه دعوة من منتجي الجوارب لزيارة أجنحتهم في المعرض. الإعلان اللي خلى السوريين يتساءلوا، يا ترى نحن في معرض لبيع الكتب أم في محل لبيع الجرابات؟ والبعض الآخر وصف الإعلان أنه إهانة للكتاب والثقافة عموماً من خلال ربط منتج استهلاكي بقيمة معنوية عظمى. وما بدا كإعلان يفترض أن يكون إبداعي انتهى إلى فضيحة تصميمية، خاصة وأن صورة التصميم منسوخة مثل ما هي من موقع فاب فيت فان اللي نشر هالصورة عام 2020 لممارسة الرياضة في المنزل واستخدام الكتب كبديل للأثقال. بس كمان السوريين ما وقفوا عن موضوع تصميم الإعلان، بل علقوا أيضا على الخطأ اللغوي المكتوب بالإعلان، وكتبوا منتجو الجوارب وليس منتجي الجوارب. أما الصفحة الرسمية للمعرض فقامت بحذف الإعلان بعد انتشاره. وبالنهاية وجد البعض بالإعلان أنه مقصود وحقق الانتشار المطلوب، والبعض قال أنه درس في التسويق الفاشل. أنتوا شو رأيكم؟ خبرونا.